طيب معانا برضو ثريا محمد لاعبة كرة سلة الأهلي. يا ثريا صباح الخير عليكي. صباح النور، ازيكم؟ عاملين ايه؟ احنا كويسين جدا ومبسوطين بيكم جدا وفخورين بيكم جدا. ويمكن اتكلمنا في المداخلتين اللي فاتوا مع كابتن علي ومع نادين عن الفتره اللي فاتت والفتره الحاليه، واحنا قد ايه بجد مبسوطين بالنتائج اللي انتوا واصلين لها. لكن هروح معاكي بقى لما هو قادم، خلينا نتكلم عن الشق لما هو قادم وفكره هنا كمان دعم اداره النادي الاهلي. يمكن يعني نادين تحدثت عن كابتن محمود الخطيب وان هو كان حريص ان هو يتكلم معاكم ويشجعكم، الروح المعنوية كمان يعني أعتقد هنا بتفرق بشكل كبير. خلينا نروح معاكي للنقاط دي، يعني اتفضلي يا ثريا. أكيد طبعا، أول حاجة مبروك لفرقتي ومبروك للجهاز الفني على الإنجاز اللي احنا عملناه، اللي دايما النادي الأهلي بيتعود عليه إن هو يبقى رقم واحد. دلوقتي طبعا واحنا في المعسكر كان حريص جدا كابتن محمود الخطيب إن هو يكون موجود معانا، ما قدرش ان هو يكون موجود في الماتش بس جه قبلها بيوم وقعد معانا واتصور معانا وقعد يحفزنا ويدعمنا وركزوا ان شاء الله تكسبوا، دي بطوله اول مره تتلعب فلازم انها اول مره عشان تتلعب لازم تبقى في النادي الاهلي، خصوصا ان احنا بنلعب فريق زي فريق هليوبوليس، فريق قوي، هو اول الكاس واحنا اول الدوري، فاحنا كنا عاملين حساب للماتش بصراحه، محضرين له من بدري وده فعلا اللي حصل في الماتش، ان احنا كان الشوط الاول والثاني كان مقفلين جدا في السكور، الثالث والرابع دفعنا كويس قوي خلانا نفرق نجيب 92 بوينت، وده يعتبر ماتش يعني ماتش فاينل نجيب فيه 92 بوينت فيبقى كتير قوي. مبسوطه جدا طبعا ان كابتن محمود الخطيب كان موجود وخلاص احنا لعبنا امبارح بطوله واتقفلت، ادي كده البطوله الثانيه السنه دي بالزبط. لسه عندنا ثلاث بطولات، مش هنركز خلاص في اللي فات ومش هنفضل مش هنفرح زياده، خلاص احنا لسه عندنا الاهم جاي، بطوله كاس مصر ودوري السوبر ولسه بطوله المنطقه، فعندنا ثلاث بطولات ننسى البطولتين اللي فاتوا كسبناهم، نركز بقى في اللي جاي. وبصراحه انا شايفه من وجهه نظر ان مجلس الاداره السنه دي عامل تدعيمات قويه جدا جدا جدا، اي لعيبه بصراحه كابتن علي هاشم طلبها قدر ان المجلس يحقق له اللي هو عايزه وجاب له كل اللعيبه، فده فعلا يعني احنا وقدرنا ان احنا نندمج مع بعض بسرعه وقدرنا ان احنا نحتوي اللعيبه، حتى في لاعبتين امبارح كانوا معانا في الاهلي كانوا هم اصلا بيلعبوا في اليوبي فريده وائل ونهى شتا وكانوا قلقانين بس هم طبعا ظهروا على اعلى مستوى امبارح وقدموا ماتش حلو قوي. صحيح، احنا سعداء بيكوا يا ثريا، وهرجع اقول لك تاني لو انت فاكره كلمتي البرنامج ده وش حلو عليكي. طبعا انا بهزر انا بهزر، انتوا ومجهودكوا يعني الديديكيشن زي ما بيتقال، وانتوا يعني مخصصين كل حياتكم تقريبا للرياضه دي وان انتوا عايزين دايما تبقوا رقم واحد مش فكره الفوز. فاكره كلامك كويس لما كنت منورانا هنا في 10 الصبح انا وكريم، يعني وقد كان يعني وعدتينا وقد كان، فمبسوطين بيكي حقيقي ومبسوطين بالفريق كله، وان شاء الله مزيد ومزيد من البطولات. شكرا ليكي يا ثريا.